happened in Iranian prisons on that dreadful time. تم دعوتهم إلى تم اقتيادهم في السجون إلى لجنة الموت، واللجنة واللجان الموت في السجون الإيرانية كانت تطالبهم برفض انضمامهم إلى مجاهدي خلق، بإدانة مجاهدي خلق من قبلهم، وفي حالة رفضهم الإدانة يعني الصمود والإصرار من قبل السجن من قبل السجين على مبادئه، من ثم كانوا يقتادونه إلى الإعدام. والسلطات الإيرانية ورئيسي بالذات كانوا يعرفون بأنهم يرسلون ويقتادون الآلاف الألوف من السجناء السياسيين إلى المشانق، متعمدا كانوا ينفذون ويمررون الفتوى الصادرة من قبل المرشد الأعلى زعيم خميني اللعين، وهم كانوا على علم ويطلعون على ماذا يجري بالضبط في الممرات في ممرات الموت في السجون الإيرانية. وطبعا كان ذلك الأمر البربرية والحمجية، ولكن ماذا يقول القانون؟ وبموجب القوانين الدولية تعتبر هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية، الجرائم التي يتذكرها التاريخ الإعدام في حق السجناء القابعين في السجون بشكل جماعي، وبهذا الشكل يعتبر بمثابة الجريمة ضد الإنسانية. وهناك قوانين دولية كافة بلدان العالم وقعت على هذا الميثاق بأنه إذا ما تحدث إبادة بشرية إبادة جماعية بحق السجناء لابد من اعتباره مجزرة جماعية. وهناك حدثت جرائم عديدة بموجب القوانين الدولية. فمن أجل محاكمة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم بحاجة نحتاج إلى قرار الأمم المتحدة لتتم إحالة القرار إلى المحكمة الجنائية الدولية. من المهم جدا أن نعرف ماذا جرى بحق آلاف الألوف من أعضاء مجاهدي خلق في السجون التابعة لنظام الملالي. ومن أجل أن نعتبر جريمة إبادة بشرية يجب أن تشمل الجريمة بحق مجموعة بحق مجموعة من الناس. But he wasn't guilty of genocide because he didn't kill them for their race or religion. So it's an artificial difference, you may think, but there are two reasons for it. Firstly, the practical reason that race and religion are. على سبيل المثال قتل ستالين 3 ملايين، ولكن ليست بسبب انتمائهم إلى فئة محددة. And also, race is something you can't help. القومية هي تؤدي إلى القومية هي تؤدي إلى النضال والنزاع نزاعات في البلدان. Race hatred or religious hatred was the purpose of killing. فلذلك إذا يتم قتل الأشخاص بهذا السبب سوف يعتبر القتل إبادة بشرية. إذن نعود إلى الفتوى الصادرة عن خميني
بداية خميني يقول بما أن أعضاء مجاهدي خلق لا يؤمنون بالإسلام وكل ما يقولون ويدعون هو من منطلق نفاقهم بما أنهم حاربوا الله بزعم خميني طبعا فهم محاربون اتهم خميني أعضاء مجاهدي خلق بالمحاربة وأيضا اتهمهم بالبعض تهم سياسية ولكن مجاهدي خلق ومنذ تأسيسهم في عهد الشاه تميزت آرائهم وعقائدهم من عقائد خميني الرجئية لأن عقائد مجاهدي خلق هي عقائد منورة ومتقدمة. إذن هذا الفتوى الصادر من قبل خميني هو دليل وسبب ديني ويقول ويتابع الفتوى يأمر رئيسي يأمر خميني لجان الموت وقال خميني أنه من السذاجة أي ترحم ورحمة وشفقة بحق السجناء التابعين لمجاهدي خلق imposing the death penalty. He goes on, kill them with revolutionary إذن هناك حكم ديني يصدر الفتوى بالموت must be most ferocious against infidel. يرفضون نوع الإسلام الذي يمثله خميني. إذن أنا لا أعتقد أنه يبقى شك طويل أن هذا الأمر الصادر من قبل خميني Ayatollah Montazeri was لا شك في أن خميني قبل بكل وعي وتعمد حتى آية الله منتظري خلف خميني في حينها أرادهم طالبهم بوقف والحد من الإعدامات ولكنهم تعمدوا في تنفيذ الإعدامات وتمرير وتطبيق فتوى خميني وقاموا بإعدامهم بعمليات الإعدام الجماعي لمجرد اعتقادهم بمجاهدي خلق لمجرد تأييدهم لمنظمة مجاهدي خلق إذن أمر مثير ولافت للنظر أن أخبار وأنباء لتلك المجزرة لما اطلعت الأمم المتحدة على الأنباء حول بذل النظام الإيراني قصارى جهده لإحباط هذا الأمر وقال للأمم المتحدة وقالت السلطات الإيرانية للأمم المتحدة بأن حكمنا حكم ديني مؤمن بالله إذن من يرفض الإيمان بالله إذن نحن لا نؤيد ذلك إذن هذا نوع من تنفيذ حكم إلهي لمن يرفض الله إذن هناك أدلة دامغة بأن جريمة 88 من القرن الماضي كانت إبادة بشرية و باتفاقية الإبادة الجماعية من في عام 1996 or causing serious mental or physical harm. وهذه الاتفاقية تم قبولها من قبل الدكتور محمد مصدق الحكومة الوطنية الوحيدة في التاريخ الإيراني. وهذه الاتفاقية تنص وتؤكد على أنه لا بد من عدم ممارسة الضغط على كل من يحمل اعتقادات أخرى وطبعا تم تنفيذ هذا الحكم بحق كل من
لم يكونوا يؤمنون بدين خميني. إذن هذا الأمر وتلك الجريمة كانت من أبشع الجرائم المرتكبة في التاريخ ضد الإنسانية. إذن المجموعة التي كان النظام الإيراني يستهدف إلى تدميرها وإبادتها كانت تهمتهم بزعم خميني كانت تهمتهم الاعتقاد والإيمان بإسلام مختلف عن إسلام الإسلام الذي الإسلام المتخلف الذي كان يمثله خميني. حقيقة هم كانوا يرفضون معتقدات خميني وآرائه وأفكاره الرجعية. Even though they have none, if that's the وهناك قوانين وهناك قوانين في القانون للنظام الملالي بأنه في حالة عدم اعتقادكم وإيمانكم بالله سوف تتعرضون للعقاب والعقاب هو الإعدام. إذن نحن الآن لدينا قضية دامغة يمكننا محاكمة رئيسي من خلاله. هم كانوا على علم بما كان يجري في ذلك الوقت وهذه جريمة المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بحقها. على سبيل المثال في سيربرنيتسا هناك إبادة بشرية تم تحقيقه طبقا للقوانين الدولية وأنا أعتقد وبموجب ما جرى والأدلة الموجودة كانت تلك إبادة جماعية بموجب اتفاقيات دولية تدعو إلى الالتزام بها من قبل الدول الموقعة والعمل والتحرك ضد الدول التي تقوم بإبادة جماعية.